يسعد مساكم ومساء الخير مرة أخرى مشاهدين الكرام في قانون اللعبة على قناة الكويت الرياضية في الجزء الثاني من ضمن الألعاب والفنون القتالية برياضة التايكوندو اللعبة الأولمبية. والجميل في هذا الأمر بأن تحدثنا عن أهم خصائص هذه اللعبة، أهم النقاط الخاصة في هذه اللعبة من باب الأمن والسلامة والحماية الكاملة لهذه الرياضة المستمرة في ألعاب الأولمبياد. في هذا الجزء راح نكمل الحوار مع الكابتن وليد المرشاد اللي كان ويانا في الجزء الأول، وراح نسولف أكثر وأكثر عن باقي التفاصيل الخاصة في هذه اللعبة، لكن نطلع بالسيرة الذاتية ونعود. رجعنا وياكم وخلوني ارحب بالكابتن وليد المرشاد. حياك الله كابتن وليد، المدرب الوطني لمنتخبنا الوطني لرياضه التايكوندو، حياك الله في قانون اللعبه. يلا يبداك. بالجزء الاول سولفنا عن لجنه التحكيم، وما شاء الله انت شرحت لي كل حكم وشنو دوره. انا بروح الى الفار وهذه التقنيه المستحدثه، يمكن بالتايكوندو قديمه كانت، ولكن قديمه ولا جديده؟ لا قديمة. قديمة حلو، يعني قبل كرة القدم وقبل تقريبا الهبة هذه اللي وصيحة تقنية الفيديو. كونها هي قديمة، دوركم أنتم كلاعبين، دوركم أنتم كإداريين، دوركم أنتم كمدربين أكيد تستعينون في هذه التقنية، ولا هي خاصة فقط للحكم؟ لا، التقنية إجباري أن أي بطولة تنظمها لازم تكون موجودة. حلو. هذا حكم يعني جزء من اللعبة. نعم. اللي هو الفيديو. بالنسبة حق الفيديو هو عدل حق اللاعب وأيضا حق المدرب إذا كان في أي خطأ موجود، أشركه المدرب قدم احتجاج. أيوة بالاحتجاج، ولا بداية في مقابل مادي يدفعه في لما يقدم احتجاج، ولا عادي أي وقت هو يقدر يأخذ؟ لا، هو مسموح له. خلنا نوضحها للمشاهد أكثر. الحكم يكون عنده تقريبا 4 بطاقات، خمس بطاقات، اللي هي الأربع بطاقات اللي هي تكون عند بطاقتين زرقاء وحمراء يتوزعون حق الحكام حق المدربين. حلو. بداية أي مباراة حق هذا الفريق الأزرق أو فريق الأزرق ممتاز. إذا كان في خطأ مثلا من حكم الساحة تقديريا أو أي خلل بالمباريات، من حقه يقوم على اللاعب خصمه، اللاعب نفسه لاعبه، يقدر يرفع الفيديو على أي مشكلة يرفعها. جميل. حتى لو شك بأن السيستم عطلان يرفع يقول تست ويجربون له إياه يسمح له إياه. بس إيش كثر هذا يقدر يعترض كذي يموت اللعبة؟ اللاعب المتحمس يطخ شوية أكثر عشان بس الفيديو يشتغل، حتى لو يمكن ما يقدر يرفع الفيديو إلا إذا كان في خطأ. تمام. يعني بس هذه هو مشكوك فيه، وإذا شافوه بالفيديو طبعاً يأخذ ويقول له شنو السيناريو اللي صار. يروح حق حكم الساحة، يروح حكم الفيديو ويقول له شنو المشكلة اللي طالبها المدرب. ممكن. يروح يشوفها بالفيديو ويعلنها على البلأ. تمام. ويشوفها، إذا كان لاحق راح يعطي اكسبت، بإشارة اكسبت. أوكي. يرجع له الفيديو ويرجع له الخطأ إذا كان في خطأ. نعم. وإذا كان ريجكت راح يأشر بهالطريقة. نعم. بإيده مرفوضة ويكنسل منه الفيديو، ما يقدر يستخدمه خلال المباريات. حلو. فلازم يكون المدرب واعي واثق. ويكون واثق بالقراراته ويحتفظ بالكرت، لأن الكرت هذا ممكن يفوزه بأي وقت. صح. انزين، كم كاميرا موجوده على في اللعبه؟ اللعبه مسموح انك تلعب كاميرا، ولكن هي بالاساس بالاولمبياد خمس كاميرات أرضي وحدثوها فوق. الحين خلوها 3 يعني 360 درجه، يعني اكثر من كاميرا. ودي كذي يعني، وهو يسوي ودي افاجئ بحركه، بس اخاف الحركه اللي تيني وايد عكسيه فابطل حتى تقديم. خلونا نطلع بالتقرير ورادين. يمكننا تعريف الرياضة بأنها عبارة عن مجهود جسدي أو مهارة تمارس وفق قواعد متفق عليها بهدف الترفيه أو المنافسة أو التميز أو تعزيز الثقة بالنفس. التايكوندو من الفنون القتالية والدفاع عن النفس، وهي رياضة قديمة تزدهر اليوم على المستويين المحلي والدولي. وتتميز رياضة التايكوندو في استخدام المهارات والحركات الفنية، وتعتبر التايكوندو من بين أكثر الرياضات المعروفة القائمة على المهارات وخفة الحركة. ردنا من بعد التقرير كابتن وليد المرشاد،
القوانين انت قلت لي ما شاء الله مهتمين فيها وبسرعه يطورونها، لان يعني تدري لعبه اولمبيه فيحتاجون ان يطورونها بشكل سريع وللمشاهد يكون شكل جميل. فشنو اهم القوانين الحديثه او المستحدثه منها؟ طبعا في تاريخ 11/4 تم تحديث قانون جديد حلو حق طبعا كل الدراسات هذه اللي قاعد يسوونها حق الاولمبيات القادمه، صح يشوفون شنو الاولمبيات اللي طافت الشغلات السلبيه يشتغلون عليها ويطبقونها عمليا، وبعدين يشوفون اذا فيها لها تعديل او لا ما لها تعديل. طبعا لقوا الجوله اللي هي قلنا الذهبيه ان كانوا يلعبون ثلاث جولات، اذا تعادلوا يدخلون على الجوله الذهبيه، صح. الحين اصبح هاي لغوها اي اللغه شنو بديلها الحين؟ بديل ان كل جوله مباراه، اللي ياخذ جولتين ايه؟ هو الفايز على طول، ما في لا جوله ثالثه ولا رابعه. يعني ممكن انا العب وياك افوز مثلا جولتين خلاص، ما له داعي نلعب الثالثه. فهذا خذوا من جانب الوقت. تشوفها حلوه؟ انا اشوفها بالنسبه حق الوقت إيه؟ لان احنا مبارياتنا يبتدي الساعه 9 ممكن نخلص بالنهايه بالليل، فيتعبون اللاعبين. حلو، اي في مباراه ورا مباراه يعني جوله ورا جوله، واحنا لعبتنا يعني الفايز مستمر والخسران خروج مغلوب. ليش ما في فتشه بالايام؟ يعني يرتاح اللاعب لا يتمرن لا. يعني ليش حارب حار؟ لا هو لعبته منافسته بنفس اليوم كلها يبون الوزن نفسه، اللي الوزن اللي راح يلعب يلعبون ايه؟ كلهم مع بعض حسب القرعه يتوزع، الفايز يكمل ايه؟ لما يوصل لادوار التمهيديه اللي هي السيم فاينل والفاينل. هذا ابرز القوانين المستحدثه. وايضا في نقاط اللي هي طبعا قلصوا الجاب بوينت، خلوه يعني اذا انت مثلا نتيجه في جاب بالنتيجه 12 بيني وبينك، يعني مثلا على سبيل المثال 0 12 انتهت المباراه خلاص. وايضا اذا كان خمس فاولات بنفس المباراه نفس الجوله نفسها، خمس فاولات تعتبر خسران على طول. اي وسمحوا حق المدرب ايضا دخلوا شغله عشان ينصفون اللعبه وهم يعطون مساحه، انه بيسمح يرفع بالفيديو اذا كانت في ضربه على الراس ايه؟ ومو انحسب من عن طريق السيستم ايه؟ فيرفع ويطلب الفيديو سنسر فيه. اذا بعض المرات ما يحسب بيكون في جزء مثلا ما حاشه خاصه الفيس ما في سناسر تمام. ف مسموح الضرب في الوجه؟ لا مسموح بس بالرجل، ولكن الايد لا فاول. شكرا كابتن وليد المشاد مدرب منتخبنا الوطني لرياضه التايكوندو على رحابه صدرك وردك على جميع الاسئله اللي شاركت فيها، شكرا لك. شكرا لك، الله يجزاك خير. شكرا والشكر الاكبر لكم انتم مشاهدينا الكرام من خلال متابعتكم لنا لرياضه التايكوندو. لا تخاف وخل قلبك قوي وشارك الفنون القتالية بكل الألعاب الرياضية، وإن حبيت تلبس شوية هالخوذة والسنسر وتكشخ شوية قدام ربعك دربك راح يكون على طول التايكوندو. نلقاكم على خير، فما الله.